إمام الجامع الكبير لمذهب الجزائر العاصمة، وهو كذلك مفتش للشؤون الدينية وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وله مشاركات شتى في منتخبات وطنية ودولية. نسأل الله عز وجل له التوفيق في مسيرته الدعوية. تخرج على يديه كثير من حفظة القرآن بين طلبة وطالبات، نسأل الله عز وجل أن يجري الخير على يديه. فالشيخ هذا معنا في هذا المجلس، نغتنم هذه الفرصة، أبين عليه إلا أن يحدث في هذا المجلس لنستفيد منه إن شاء الله تبارك وتعالى. كنت في حيرة من أمري، هل أفتح هذا المجلس حوارا بينه وبين الحضور الكريم، أم أجعلها كلمة للشيخ ثم أفتح الحوار بعد ذلك، أم نجعلها محاضرة من المغرب إلى العشاء نتعب الشيخ في هذه الكلمة لساعة ونصف. لكن اهتدينا إلى رأي أن تكون أولا كلمة للشيخ في هذا المجلس حول القلب وأحواله ووظائفه في القرآن الكريم، كيف هي نظرة وحقيقة القلب في القرآن الكريم ونظرة القرآن الكريم إلى هذا القلب. ثم بعد ذلك بعد الانتهاء من الكلمة نفتح الحوار بينكم وبين أهل التواصل، من أراد أن يسأل من أراد أن يستفسر. فبدون إطالة يتفضل الشيخ سليم حمدي مأجورا مشكورا بإذن الله تبارك وتعالى غير الأمور، فجزاه الله خيرا. إذا تسرب إلى الفؤاد
عن الصالحين، عن المؤمنين، عن الناجحين يوم القيامة يوقف عن القلوب. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وأولئك أو ذلك هم يعرفون شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب. فيتكلم عن الهالكين وعن الرصدين. أيضا القرآن الكريم يوقف دائما على ذكر القلب. أولئك الذين لم يرد الله وحي الله قلوبهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، كلا بران على قلوبهم. إذا هذا اللون من الخطاب، هذا المعنى تجده مبثوثا في ثنايا القرآن الكريم، وما عليك إلا أن تقرأ وتضع يدك على المدلول، على الحقيقة، على المعنى، حتى يستفيد الإنسان. نحن على مائدة القرآن الكريم نحتفي ونحتفل، ثم نذهب ونخط، ثم نتقدم ونسلك سلوك الإيمان الصحيح والعمل السليم إن شاء الله. فكما ذكرنا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبد، لكن أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. القلب هو حقيقة الإنسان، هو جوهره، ليس شكله، ليس مقرر. الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هكذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب هو موضع نظر الرب تبارك وتعالى. الله لا ينظر، لا يميز بين الأشكال والظواهر، من وسامة أو دمامة، من يعني بدانة أو نحافة، من طول أو قصر، لا عبرة بهذه الأشياء. إنما ينظر الله، لا ينظر إلى أجسادكم، لا إلى صوركم، ينظر إلى قلوبكم، لأن القلب منطلق العمل، لأن القلب منبع القصد والإيمان. إما أن تكون نيته حسنة فيثاب على ذلك الأساس، وإما أن تكون نيته فيها انتواء، فيها دخل، فيها السوء، هذا حتى وإن كان عمله شكلا وظاهرا من الأعمال الصالحة لكن لا يقبل منه. ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أي مرتبة أخرى. ولأن القلب هو موضع الإيمان، موطن الإيمان، كيف يسكن الإيمان؟ الإيمان كما يصطلح القرآن الكريم على أن يسكنه في القلب، لما قال الله عز وجل، سأكثر من ذكر الآيات القرآنية التدليل على هذا المعنى، حتى إذا خرجنا إلى أنواع القلوب، كيف ذكر الله القلوب أوصافا، أسماء، مواصفات، وعلى هذا الأساس لا يقتصر حديثنا على آيات معينة وكذا، إنما على المغزى، على الهدف. ما هو القلب الذي ترى نفسك مرشحا لأن تكتسبه أو لأن تكون من أهله، حتى تكون من الصالحين طبعا أو من الناجين؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذا الإيمان بالكفر ولم تؤمن قلوبهم، أو قال كما ادعى قوم أن نحن إحنا مسلمين، إحنا مؤمنين وكذا، قال كالعرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يركز على أن الإيمان موطنه القلب، ولما مرحلة أخرى لم تصلوا إلى هذه المرحلة بعد، هذه إعانات، هذه عناوين، هذه كلام ما أعطف شعار ترفعونها، أما الحقيقة فلستم كذلك. من الذي يشهد هذا؟ الذي يطلع على القلب، قل لم تؤمنوا، قولوا أسلمنا، أعلنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولكن ربما بالعكس، وربما الإنسان يظهر منه بعض الشروط أو المخالفات يضطر إليها أو يلجأ إليها، ولكن قلبه سليم محصن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالقلب مطمئن بالإيمان، لكن ألجئ إلى بعض الأشياء أو سيق إليها أو دفع واضطر إليها، هذه الأشياء لا تؤثر في سلامة القلب في الغالب، طبعا في الغالب، وليس هذا معنى أنه لا يؤاخذ على فعله. إذا الإيمان موضعه القلب، وحتى القرآن الكريم موضعه القلب. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك، القرآن ينزل في القلب على قلبك لتكون من المنذرين. وقال الله تبارك وتعالى: بل هو آيات، أي القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا،
كلا مرة على قلوبهم ما كانوا أهل يكسبون.
لماذا سمي السليم؟ هل سليم من الذنوب؟ لا، كشف وكشف.
صلوات مش معنى صلوات